قبل ما اطلع فاصل معايا بسرعه اللواء ابو بكر الجندي وزير التنميه المحليه علشان يكلمنا عن ازاله التعديات. هنا انا هقول بس الخبر انه بدات اليوم قوات انفاذ القانون بكافه المحافظات في تنفيذ الموجه التاسعه لازاله التعديات على اراضي الدوله. ده طبعا قضية بتهم قطاع كبير من المواطنين، هسأل فيها سيادة الوزير. سيادة الوزير أهلا بيك. أهلا يا أستاذ وائل، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سيادة الوزير. قول لي سيادة الوزير، التعديات عشان بس أبقى موضحها للناس، عن أي تعديات نتحدث؟ عن نتحدث على نوعين من التعديات. التعديات على الأراضي الزراعية أو التعديات على أراضي مباني. يعني حد خد ارض للدوله زرعها، او حد خد ارض من اراضي الدوله اقام عليها مباني. نطاق المباني. فاحنا الحقيقه يعني اول امبارح كان عندنا مؤتمر موسع، كل المحافظات سكرتير عموم المحافظات، كل جهات الولايه الاخرى اللي لهم اراضي في المحافظات زي الري او الزراعه او السياحه او الاوقاف او السكه الحديد، كل دول لهم جهات ولايه لهم اراضي داخل المحافظات. احنا الزمنا سكرتيري عموم المحافظات ان هم رغم ان دي جهات ولايه وهم دي اراضيهم، لكن احنا برضو المسؤولين عن ازاله التعديات على هذه الاراضي. اول يوم للحمله كان النهارده. الحقيقه نجحنا يا استاذ وائل في استعاده 2355 فدان و900 حوالي 920 ألف متر مربع في المحافظات بالكامل. دي نتائج أعمال اليوم الأول للحملة النهاردة. ده نتائج اليوم الأول. طيب قول لي سيادة الوزير، التعديات على الأرض الزراعية هنتعامل معاها إزاي؟ ما هو التعدي حدث. التعدي على الأرض الزراعية إحنا يعني ما بنزلش، مش ممكن. لو حضرتك رحت ارض زراعيه او ارض صحراويه واستزرعتها وعملت فيها مزرعه، دي عمرنا ما بنزلها. لكن ده احنا عملنا لها قانون مخصوص، قانون 144 لسنه 2017، بندي فرصه لكل من تعدى على اراضي الدوله ومقيم عليها منشات، احنا بنقول له اتفضل تعالى قنن اوضاعك، وبنبتدي نشوف المساحات اللي عنده، والدوله بتسترد حقها، مش بتسترد ارضها، بتستحق ثمن الارض اللي هو حضرتك صرفت فلوس وعملت طرق جوه الارض وعملت ابيار وبقى عندك شجر مثمر. اي نعم انت مخالف للقانون تماما في انك خدت الارض دي من غير استئذان، ولكن احنا سواء كنت متعدي على ارض زراعيه او على اراضي مباني عليها منشآت قيمة، احنا عملنا القانون 144 علشان الناس تتقدم لتتصالح مع الدولة. ومدينهم مهلة لامتى لعملية التصالح؟ المهلة دي لغاية 13/14/3، ومدينا المهلة لمرة أخيرة ل 14/6. 14/6 دي مجرد انك تتقدم بس. 14/6 انك تتقدم، لكن اللي ما يتقدمش بعد كده، بعد كده الدولة ستسترد أرضها بما عليها. بما عليها. بما عليها. يعني حتى لو بني عليها هيتاخد ما بنايا. احنا فتحنا عملنا لك قانون مخصوص ومدينا لك إذن ونقول لك تعالى قنن أوضاعك. وأنت لم تستجيب. وعمالين نعلن في الاعلام وفي كل شويه ومدينا المهله، وكمان عملنا تسهيلات، كنا بناخد ثمن الارض دي على سنه واحده طبقا للقانون، عملناها ثلاث سنوات، يعني بنقسط لك على ثلاث سنين تدفع 25% وتقسط الباقي على ثلاث سنين. كل دي تسهيلات علشان كل من عمل وصرف وكان مخالف، اي نعم، لكن القانون ده عملناه علشان نتصالح مع كل المتعدي على اراضي الدولة. طب سيادة الوزير، التعدي على ارض زراعية لو انا ازلت، هل الارض الزراعية تصلح لان تكون ارضا زراعية، ولا حسب ما بيقول المتخصصين
انها لا تصلح. لا يا استاذ وائل، احنا عايزين نفرق بين حاجتين. النهارده احنا اجلنا واستردينا فدادين من اراضي زراعيه. بس الاراضي الزراعيه دي ما لا عليها يعني حد عامل سور كده وعامل بيت او قطين وحاطط ايده وعامل ان دي اراضي هيزرعها، او ما فيهاش زراعات مثمره، او ما فيش جديه في الزراعه. هي دي الاراضي اللي احنا بنستردها دلوقتي ومن غير ما بنسالك تعالى قنن، لان انت ما عملتش اجراءات بحيث ان انت صرفت ولا زرعت ولا اتكلفت. النهارده الاراضي اللي احنا بنستردها دي كلها مجرد كان عليها تعديات غير جاده. يعني واحد حاجز حته، واحد عمل مبنى غير مسكون، ولمجرد ان احنا عمرنا ما النهارده الاراضي المباني اللي احنا استردناها دي كلها لا يمكن يكون فيها مبنى في ناس ساكنه. يعني في قيود وفي معايير لاسترداد الاراضي بحيث ان احنا ما ناثرش على حد ساكن في بيت بنروح نقول له اطلع وهات البيت لانك انت مخالف، لا بنقول له روح قنن اوضاعك. لكن اللي استردناه النهارده ده كلها مباني ما فيهاش اشغالات بالسكان. طيب مجرد حد عايز يثبت ان هو بنى في الحته دي، ومجرد بيت عمدان او بيت مش مسكون او بيت غير مكتمل يعني. طيب والمباني بقى، مخالفات المباني تعاملنا معاه اللي هو التعديات على اراضي الدوله المتعلقه بالمباني بتتم ازاي ايضا يا استاذ وزير؟ اللي خدناه النهارده اراضي مباني 920 الف متر مربع. ردينا النهارده ده في اليوم الاول بس، يعني في اليوم الاول احنا ان شاء الله يعني مستمرين، ونتمنى ان احنا ننتهي من التكليفات اللي عند المحافظات وجهات الولايه الاخرى بنهايه قبل رمضان ان شاء الله. طيب وهنا يا سياده الوزير كلمه اخيره، يعني بدون يد مرتعشه، يعني الدوله هتطبق ده؟ هتطبقه، لانه كان بيبقى احيانا في مخاوف يقول لك كيف سننفذ ذلك؟ هل كل ده طبعا بيتم مع وزاره الداخليه ومع اجهزه الدوله المختلفه؟ اللي بيشتغل النهارده المحافظات وقوه انفاذ القانون من الشرطة والقوات المسلحة. ويعني في حسم في هذه القضية، ما فيش فيها تراجع نهائيا يعني. لا تراجع لا تردد، الدولة ستسترد كل حقوقها من كل مختصر. بشكر حضرتك سيادة الوزير اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، ألف شكر. طبعا مهم جدا. في مهلة الناس عليها أن توفق أوضاعها مع هذه المهلة، لأن بعد 14/6 الدولة هتاخد كل ما على الأرض، يعني أنت باني عامل إيه فيها هتاخد كل ده. فالناس تحاول أنها توفق أوضاعها، لأن الحقيقة احنا عشنا مأساة متعلقة بالاعتداء على أراضي الدولة. أراضي الدولة يعني أراضي الناس، يعني فلوس الشعب، يعني مش هي داخلة للشعب في النهاية. طبعا تعديات حجمها ضخم جدا، يعني لما يبقى في اليوم الأول بس 920 ألف متر في المباني، يعني الحال وده اليوم الأول. أتمنى أنه هذه الحملة تنجح، وتنجح بالتوافق مع الناس، والناس تحاول أن توفق أوضاعها قبل 14/6. هنطلع فاصل.